السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حبايبي راح نلعب The Battle Cats، إن شاء الله نلعبها. عندنا تحدي اليوم جديد، اليوم راح نلعب ضد دبي الإمارات، وراح نلعب أيضا ضد السعودية، وكلنا إخوان إن شاء الله، ما في فرق، بس التحديات موجودة بالألعاب أي لعبة كانت. شايفين كلها جوائز يومية، قبل لا نروح راح أروح على الأبجريد، راح أدليكم شغلة أعرفكم عليها بالنسبة لتطوير المدفع. هذا تطوير المدفع الأول، يقول increase card cannon attack power but also increase recharge time. هذا ما يفيدنا، لأن يزيد قوة التدمير لكن يزيد الوقت مال التعبئة غير. شنو فائدة يزيد قوة التدمير وقوة التعبئة وهاي؟ فهذا ما طورته ليفل 1 أنا، يعني طول يلا يشحن مدفع. رينج هذا increase cat cannon attack range، هذا يفيدنا، طورته أنا ليفل 4 لأنه يوصل لأبعد مسافة. رينج معناته مسافة أو المدى، هذا طورته لأن المدفع مالي أريده يوصل لأبعد مسافة حتى يشحن مرة ثانية، استخدمه طلقة طلقتين، فهذا يفيدنا. هذا تشارج decrease cat cannon recharge time، هاي شفتوا تشارج، هذا يفيدنا ايضا لانه يسرع عملية انتاج المدفع، فطورته ايضا. و efficiency level 1، لا هذا مع القطة بس، هاي اللي حبيت تعرفونه عن المدافع. فالان راح الشارج اطوله 4000 6000، طوله مرتين. ليش؟ حتى يساعدني في قتل الأعداء. نبدي ستارت، تعيش هالمدفع. قلنا اليوم راح نروح ضد دبي الإمارات، هاي دبي، وضد السعودية. نلعب أول شي ضد دبي، هاي القطة الدائرة على اليسار، لكن على اليسار شايفينها، هاي يزيد تسريع مال انتاج القطط، فدائما طقوها. وصلت ماكس بعد، ما اقدر. شايفين الوحوش اللي نزلها، نزلت بدبي علينا وحشين، بس ان شاء الله احنا قدها. جاي نقتل منهم وهم يقتلون منا. والله خذونا، بس لا، مدفع جاهز، خلنا نستخدم المدفع. طيب خذونا، والله التنافس مستمر. مرحلة دبي قوية ظاهر،
ادفع جاهز. هذول الوحوش وحوش ضارية عندهم من دبي وخذونا. لا 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 بس لا يضربونا، ما يموتون، ما هو معقولة، غير معقول ما يموتون. شو المدفع الآن يفيدنا؟ ايه ماتوا الوحوش، الآن سيطرنا. سيطرنا الآن عليهم. فيكتوري انتصار. طيب راح نلعب ضد السعودية. لازم ادوس هاي القطة على اليسار قلتلكم حتى تسرع انتاج القطط مالتي. هذول هم عندهم وحش السعودية، شايفين الوحش مالهم. بس سيطرنا عليهم. هذا نحقق الانتصار. نروح لابجريد نشوف عندنا تطوير. اكو اكس كارت هذه ما مستعملها انا، عندها فاس راح اضيفها. شوف الاضافة منين تصير. هذا الملك ويب، هاي القطط اللي عندي راح اضيف الاكس كات. شايفينها انضافت، ايضا تاخذ 200. الكوست مالها 200 اكس بي. يونت انفورميشن
دايناميك ميكرو سترونج اجينست ريد انيميز، هاي طبعا قوية ضد الأعداء الحمر. ريد شايفينها، استخدمها ضد الأعداء الحمر. إذا يجيني عدو أحمر استخدم هذا كلوز. أيضا هاي خلينا نشوف وش هي. لا هاي كلها فتحتهم أنا. able to a very powerful long range attack, exceptional attack power and range. هاي طبعا تفيد هذه لان تهجم من بعيد، الهجوم مالها من بعيد يعني يصير، وهي بعيد لها رينج بعيد للهجوم. ايضا الثالثة فتحتها انا خلي اشوف وش هني. بس هذين يلاحظوا الاكس بي يعني تزيد 400 اكس بي، مو شوية، 400 اكس بي يعني. راح نجرب احنا، بس اذا جاتنا شو اسمه عدو احمر لازم انزل الريد كات الفاس كات اكس كات. طيب شوف هاي ام 500 كاو كات unit information thinks quick acts quick and uses his head runs like the wind. يقول يفكر بسرعة يستعمل العقل ويتصرف كالرياح. فأيضا راح أخليه ضمن المجموعة، بس البيرد كات قط الطير، قطة طير. خلينا نشوف المعلومات. هذا هيلت اوف بي اكسبشنال اتاك باور اريا اتاك، تهجم هجوم استثنائي عندها، وعندها قوة استثنائية، وعندها هيلث يعني ما تموت بسرعة. طيب صار فريقنا كامل الان. هاي اللي عندي كان اليوم، حبيت ادريكم اياه. ألقاكم في حلقة جديدة. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.